مرحبا بكاع الناس الغالية في قناة بوشعيب والضاوية. اللي فهمتك بصح حياه مسكينه ما عندهاش معها الامور الصراحه. غير درويشه مسكينه نحمد الله عليها. ايوا درك نوريك الدرويشه المسكينه العجب اللي غادي نخرج لك بيها. غبي باش نشرح لك عايزة. ما تشرحي لي ما نشرح لك. انا ما عنديش القدره تمشي للبيرا والكباريهات طوال وجهك. ها شكون علمك هاد القنوت؟ والله الا كانت معايا امل كنت مشيت هاد المكياج وما ولاتش. انا لقيتك بوحدك حالت وسط اللي ما يسواش. انا ما عرفتش هاد البلاصه اللي بتصلح. امل هي اللي داتني. صافي ما بقيت نسمع والو. سكتيني بالحس. يا ربي فين مشاو هادو يا ربي يا ربي تشوف الحاله يا ربي. الحمد لله يا ربي خير وسلام. واش تا كاينه ولادي ما تخلعونيش. ايوا هضروا مالكو ساكتين. حيات هضري مالكي. اسولي ولدك خالتي. مالك معاها ولدي واش تا درت لها؟ والو ما والو. واش البنت بالدموع يتلاقى ولها ومتا تقول لي والو؟ اما انا اختاريتها بنت الحيه والحشمه. اما لو كان بغيت النوع المفلس راهم يقطعوا الطريق. كيفاش يا ولدي ما فهمت والو؟ والو خالتي اغي امل مسكينه بغات تخرجني شويه وهو ضار فيا. امل امل هديك امل راها لفحه وما نبغيش تعاودي تجبديها لي. حرام عليك تقول عليها هكا. اللي ملي بغى يدير خير يولي بوم زوي. بغات غير تفوج عليا مسكينه. شافتني قنطاره فوقاش ما نقول لك خرجني تقول لي ما عنديش الوقت. دارت فيا الخير مسكينه ما تستاهلش. دارت الخير واخا. سيدي عصام السلام عليكم. ياك لاباس سيدي عصام؟ سمعت عندكم الزقه في الدار. ياك ما حياه تروك حتى دخلت. شوف سيدي عصام حياه عزيزه عليا وماشي راني باغيه نشريها لها ولا شي حاجه. بصح تيقني ولا ما تيقنيش كلمه الحق نقولها. انا ديتها باش تفوج وفتنا على داك البار وقالت لي والو ندخل. قلت لها الله يهديك راه عيب ساعه والو. وقلت لها راه راجلك ما يبغيش. قالت لي لا ما يقولش. الصراحة والله ما نويتها فيها ودرت لها الخاطر ودخلنا. أنا بالدخلة سيدي حصان شفت شي مناظر ما عجبونيش عييت فيها يلاه نخرج وما بغاتش. قلت لي لا والو نقعد. إلا بغيتي تمشي انت روحي. وخليتها تما وخرجت. واخا خليتها بقى خاطري مشطون عليها سيدي عصام. كنت بغيت نصوني نقولها لك بصح خفت ندير المشاكل بيناتكم. بصح ما ديرش عليها سيدي عصام راها ما تعرفش ما واعياش مسكينه وما قارياش ومعجبتها بالباديه راك عارف. بصح الغلط ديالك سيدي عصام انت اللي مشيت عند وحده ما هي من مستواك الفكري ولا الدراسي. بالاول كان عليك تختار شي وحده واعيه وقاريه اللي تفهمها وتفهمك. كملتي كلامك؟ هذا الشيء اللي كان سيدي عصام ما نسيت عليك حتى حاجه. سمعتي بودنيك؟ حياة؟ واه قلت له غير الحقيقة واش تسمحيلي. ودروك سمعتي بودنيك؟ سمعتي اللي تبغي لك الخير؟ يلاه زيدي قدامي. سيدي حصام سمعي انت هذه اخر مرة تدوري فيها جهتنا صافي؟ هذا الحد بيننا وبينك. وانا علاش واش تهدرت؟ مرتك هي اللي سايبة وطوال لها رجليها. امال واش هادشي اللي كتقولي؟ لو كان سايبة ورجليها طوال ما تتبعكش فرايك وتحل فيك فمها. عندك يحسب لك مرانيش ملاحظ هادشي اللي كديري. ومع ذلك احترمتك في وجه الجورة بصح مين فيك هاد الخبت ما بقى جورة وما بقى احترام. ايوا مين بغيت بغيت يلا عسيدي نفرقعوا هاد الرمانة. فر هاديك الوعود اللي كنت كتوعدني. اشوف يا دوك المسلسلات الهندية شوفي لمن تعوديهم. هاد الكاسيطة قديمة وما بقتش تاكل. ما رحناش نردعوا صبعنا غادي تلزمي حدك ولا نتواصلوا بعيد. كيفاش هادي بغيت تنكرني؟ صافي بعدا نسي داكشي اللي فات بيناتنا. الا عندك شي دليل حطيه واللي في جهدك ديريه. وانت وعدتني بالزواج وقلت لي حياه راك غير صبر معاها وتدبر لها السبب باش تطلقها.
باهي لعندي، انت وكان يوزنوك بالذهب وما نشوفش جهتك. اما لك حياه يعطوني مال الدنيا وما نبدلهاش، النية الصافية والقلب الكبير. اما انت والعياذ بالله غيك موسى ديال الحقد وغادي وتكبر وباغي تخربي ديور الناس. المهم الهضره معاك هنا حدها، ما بغيتيش تحشمي كاين القانون في البلاد. يلا ها حياه. حياه ما نجرس امي، غير خليها امها على خاطرها، راها غير شويه مصطومه. يا ولدي تهلا فيها، راها مسكينه ما عندها احد. ام روني عارف درت لها هكا غير باش تعرف هاد الجاره على حقيقتها. الله يهدي ما خلق ولدي، الله يهدي ما خلق، ما بقى ما يعجب. من جبت ولدي هاد الهضره نقول لك راه تاعي انا عمرو ما دخلت لي الخاطر. يا ولدي الله يبعد شرها عليكم. امين ام امين. نحط لك التعشى ولدي؟ لا لا ما ندخل الناس، ما فيا اللي ياكل. لا اله الا محمد رسول الله، استغفر الله استغفر الله استغفر. يا ديك الزفري تاع الدوار، يا كي صراتك واش تهاد الوقت؟ مالك يا عمتي واسمو تما؟ لا ما تما والو، واش تهاد الوقت اللي داخله فيه؟ واش وليتي زفريه يا حي؟ لو كان يبعدا غير مشيتي معاه صافي وجمعي وطوي، حيت غادي تمحلونا وتودبونا مع هاد العراسات. يا عمتي والله الا المدينه لا تغلي كون تشوفي كاع عباد الله خارجين. انا ما كان واش داني في عباد الله، راني نسولك انت. ما عنديش انا البنات اللي فوت العشاء في العشاء وهما عاد برا، سمعتي ولا؟ والله الا قبيله قلت له يلا نروحوا قال لك مازال الحال. مازال الحال؟ واش تبقى درك واش تبقى درك؟ عمتي ما فيها والو، راه في هاد الايامات غادي نديروا العرس. يا الصمت اللي عندي، مين نديروا العرس ويديك عليا منا اقصروا صبحوا الحال تما في الزنقه، ماشي شغلي. بصح ما حد راكي عندي في الدار، القانون هو القانون، ولا جيبي نهضر معاه. صافي عمتي والله يسامح اخر مره. يا عمتي مشينا وخلص عليا واحد بولو، يا عمتي عمرو ما دقته، شراه لي ب 520. ايش تي يا وليد تاع الدور، بولو يشريوه الناس بخلصه ديال منابري، ياك ما مرشوش بالذهب، واش تنفرق بينه وبين ديال درهم؟ الا شاطوا عليكم تصدقوهم، شحال من واحد راه مسحقهم. الناس ما لقات باش تشري البطاطا وانتم شريتو بولو ديال 520. ايوا عمتي ما تندميش من قلت لك، وزايدون عييت فيه قال لي لا معليش ماشي خساره فيك. الله الا 520 ديازيط، ايوا مين ماشي خساره لو كان يبعدا جبتي لنا كاع واحد واحد، ولا ما نستاهلوش. ها درك ما بقاتش خلصات منابري، راكو خير ربي بيكم، ضربي لها الحساب لو كان نجيب لكم كاملين شحال فاش تولي خلصت موظف وما تقدكمش. يا ودي انتما ماشي خساره، الخساره غير علينا حنا. وفي الرجاج اللي قلتي لي غادي يشري لك، وروحوا ضيعوهم على كرشكم وفي التالي قولوا ما بقاوش وديروا الشفايه قبالت عباد الله. عمتي قالي تال غدا ويفوت عليا نمشيو نشريو، اليوم مشى علينا الحال. يا الصنطي اللي عندي والله ما كسغا مضر، خلي عليك شوي السر بركة من خيطي بيطي دورات الخاويين ديريها معاه، غدا قضيو كل شي وقلتي الارض. كنا بكري ما نشوفوا الراجل حتى نهار العرس، وانتم الله يستر ملي يديروا عليكم الهضره وانتم داخلين خارجين داخلين خارجين كل شيء يجي باسل، ما يبقاش كح عليكم الملح. عمتي انا ملحيه خلوق، اللي شافني شهق عليا. ما نعرفش كيفاش كركا العروس، ما وخالتي والجاره اللي قبالتي. شوفي غدا على من قلتي لي تمشيو تا العشيه تيبرد الحال في الصبح الشمس. ايوا تي انا بعدا ما نقدش الحراره في الصبح، ايوا راه رجلي على رجليكم، ماشي شي ياكل بولو ديال 520 وشي يبقى يتشنك. وهادي عيشة ولا زاهية، عينهم ما هيش باهية، لو كان ما كانش الضاوية، لو كان النار بيناتهم قادية. يا وهذا ابو شعيب يحضر ويغيب، ما يديرش العيب وقلبه زين، ميلو دنيا الصافية، ما دير عيب ما دير كاوية، والدنيا دي مهانية ومع الفلام وراهي ساهية. يا وهذا سعيد الأخضر لكيد، إنسان فريد وعلى العيب بعيد، إيمان اللي معروضة للزواج، حياة اللي خرج عليها تفرج، مرحبا بقع الناس الغالية في قناة بوش عيب والضاوية.